أبد ما أنشغل عنك، أنا مشغول عنك فيك أبي أرضي بس أرضي، لكن ما أعرف قلبي أبد ما أنشغل عنك، أنا مشغول عنك فيك أبي أرضي بس أرضي، ولكن ما أشوفك حلو والدنيا حوالينك رمي أخضر، حتى العمر يا عمري يرفض مننا نكبر، خيالك يرسم المسمار الشاك ويخلينا آخر مدى في الكون، يا طالب حياكم الله معنا في حلقتنا الثانية من طارق شو. الأغنية جميلة بس الأداء ما عندي ويشتري ذمتي يا طارق، يعني ايش يعني بسكت خلاص هو خلاص قاطع ما عليه، يمكن تو ما تجانسوا تو الشباب ما اجتمعوا فترة التوقف مع بعض، صحيح صح؟ هذه من أسباب لا 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 لا. هذه مشكلة علاقات العمل. حياكم الله معنا، وهذا رقم الواتساب للمواهب للاتصال، وإن شاء الله إنه تشرفونا في محلنا. الخبر الأول يقول لك ضبط مواطن لعرضه لوحة ترمز موقع تراث عمراني للبيع في أحد الأسواق الشعبية، المهم هذا واعد. لوحة ترميز، تعرفون لوحة ترميز حقت موقع تراثي، حط صورتها عشان ركز الشباب فيها بشوي، حطها اشرحها لنا ورونا اللوحة، هذه اللوحة خضراء وذهبي وكذا وترميز الموقع تراثي، هذا راح يبيعها لقطها مكان راح يبيعها في سوق الزل. صادوه ذيبان حول النيابة، يعني الناس تسرق العالم شغال يسرقون غطا بيارات كيابل وتقفطون في عماير حذين عند المساجد، يعني ما عند الحذين هذه مشكلة في مشكلة، تروح كاشخ عزيمة عند ناس تمشي ترجع لهم حافي. ما أدري والله العظيم هذه الظاهرة اللي عجزت أحلها، يعني أبوي صرنا كل أسبوع الله يكرمكم نشتري جزمة جديدة مقاس 46 صعب يا أخي. قال زبد ضعيف شايب كبير، واحد عنده مثلا سكر بيرجع من المسجد في الشمس ما يقدر، شايب كبير بيرجع يمشي برجوله قزاز في الشارع، أنا ما أدري إن العيال ترى ب30 ريال ترى ما هي بجوع ولا هي بأن هذا اللي سارق ما عندنا عال، طفاسة والله طفاسة. خبر الثاني ضبط مخالفين لنظام البيئة لتخزينهم حطب بمنطقة الرياض، حطب محلي ما عاد في مخيمات، حطب ذا ما بتشبه ما عاد في، الله يرحم يمكن نكشت في الرياض يعني سعد ولا حريم لا كذا الناس بعد ساعة. أنا والله عندي حل المشروع الموضوع المخيمات، بس المشكلة في ذا البرنامج أعطي حلول وما حد يعطيني وجه، يأخذونه ولا يعطونه. عندي حل المخيمات وأقدر أشجر نص الرياض، وأقدر أخلي الناس هي اللي تسوي المشاريع اللي أبي بدون ما أدفع ريال، عندي بس ماني بقايل لأنه قلت بيروح بكرة تنفيذ مدري إيش وأنا قاعد في البرنامج. حتى ما قال شكرا واستنى يوم 27 وشا كثيرة صارت زي كذا ترى، وتشوفها وتقول ليتني قايل الفكرة، ترى عندي أفكار كثيرة. فاصل.
حياكم الله معنا بعد الفاصل. وقضيتنا اليوم قضية مهمة، يعني صراحة مهم. يعني زمان كنت أقول الإعلام المهنة الوحيدة اللي ما واحد يقول لك إعلامي تسلك، لقيت العين مهنة ثانية. فأنا ما ودي أني أحصر نفسي كمذيع وقعد طول عمري مذيع، ما أدري وش يصير في الزمن. فقلت خلني أنمي هوايتي الشخصية. بعد كم سنة من حلقة طلعت أنا معي فيديو، من يومها والشغف عندي شغال، أحس إنه هذا مكاني. لكن عاد شو أسوي، هذه الظروف جت كذا. لكن تعيين بوراك شكماك رئيسا لهيئة الأزياء، وش يفهم ذا في أزيائنا؟ عرفت؟ يعني بيسوي لي ثوب مخصر. أنا عندي مشكلة دايم، وين راحوا عيالنا؟ كل ديرة لها ناس مصممينها ولها هويتها ولها. ادخلوا الآن أي موقع تلقون مصممين سعوديين بالهبل قاعدين ينافسون في كل مجالات. طوروا ذولي ومسكوا. مصممين الأزياء عندنا يتعلمون هوية البلد، يدمجونها مع الستايل اللي بيسوون. هذا وش عرفه بهوية البلد. اليوم قررت أني أطلق الكوليكشن حقي والبراند، يوم أن الناس كلها أطلقت براندات، وأني مع مؤتم مع الناس رحمة. فبنوريكم الفاشن شو حق براندي الجديد. مروان طيب، من أول أغاني واضح الشو. نبدأ مع أول قطعة، هذه طبعا موسمية، هذه مو في أي مكان، هذه شتوية. لو تدققون في تفاصيلها كيف أخذنا لون التيشيرت من لون الأسطب، وكيف استوحينا موضوع السياكل، لأن كل طفولتنا كان فيها سياكل. فكيف أنك عبق الماضي تخلطه مع الحاضر مع أدوات السلام. هذا طبعا اللبس ذا شتوي، شتوي بس في الشتاء. في الصيف لأنه حر ما تقدر تطلع في السيكل. في عندنا شغل شعبي، يعني انك ايش يذكرك ايام الونيتات والماضي والحنين والريح المغبره كذا. هذا الكوليكشن طبعا من باكوره المال، يعني الا خيشتك معك، مكنستك في يدك، الميدان ومطاقه شيء جنزيرك معك. هذا الكوليكشن الصحراوي اللي عندنا، تستخدم في المستودعات. اللبس يذكرك في الغبار والعج، مكنستك معك تغير لك الأجواء. هذا الكوليكشن هذا صيفي، نهاية الصيف وقت العج، يعني ممكن نسميه خريفي. مشية عسكرية ميدانية، ممكن أيام المخيمات يمشي ذا اللوك. دفا ما يدخل مع ذا الخيشة نسمة. في لوك حق السبات الشتوي، هذا في الشتاء يكثر النوم عندنا، تنزل كوليكشن ذا مع الألوان اللي مأخوذة من بيت الطين اللي تذكرك في الملاحق القديمة. إيه، ريحة الحنة وريحة المضير وريحة مع كوليكشن شتوي خالص. إيه، ما تغسل هذه، ترى تلبس فصل كامل 3 شهور بعدين ترميها. عاد عندنا حق اليوم الأشياء الدارجة، حق ممكن لايف ستايل سريع. قميص من فوق وزرة من تحت، جنزك تحت، تحط سروالك تحت، اللي تبي. شجارتك معك لأن الريحان، ومن بمن عندنا مشروع تشجير فهذا شغال صح. هذا اللوك، هذا اللي نسميه إحنا الوزرة، اللبس المريح في العالم. اتفق علينا، ما استبعد ان بكره فندي ولا جوتشي ولا الماركات العالمية دي تنزل لك وزرة 19,000 ريال عادي. هذا الكوليكشن حقي الجديد. بما ان الدعوة خلاقين في خلاقين، وعنا خلق مع الناس والعم يسوونهم تنظيم وحفل، نص الملابس ما تلبس، يعني لبس من 10 ما تلبس. شفنا رجاجيل
لابسين تنانير، ممكن مو بتنورة وممكن مستوحى من الوزرة بس قصيرة، والمصمم خان التعبير. اعطونا اي شيء نشوف من الاشياء العظيمه عشان لا احد يضحك على الكولكشن حقي. ايش الاناقه هذه؟ من وين الاوتفيت؟ طبعا ام 29 هنان. اوكي. هم استوفوا هذا الديزاين من زها حديد. طيب اوه زها حديد، ذاتس واي. جميل ما شاء الله. بس ستايلست مشاري. مبدع مشاري. الموضوع هذا ما يحتاج دراسة، اكتشفت أنا الموضوع اللي يقول لك ما أدري شو، خياط في الحارة يرسم على ورقة وودها وقل له اختار القماش اللي تبي، يقول طب الديزاين مقاس من أي مقاس تبيه معلك، إن كان دب حشرنا فيه وإن كان عصا قيل طلع كولكشن فضفاض. ما ارتحت أنا صراحة، يعني في أشياء كثيرة ما ارتحت لها. ما أدري هو صدق. أنا عروض الأزياء دائما أقول متى بيلبسونها، متى الوقت اللي بيلبسونها فيه، نصها ما تلبس. نفس لما تروح خياط تلقى وراء ست فساتين ومريول مدرسة الرصاص القديم المعلق، ما أدري من رعيها، ما أدري حقت من، ما أدري. إحنا كلفنا اليوم ذا كله 70 ريال، وأقدر بأسلوبي الفن أدخل لك يوني المجتمع، بس ما شفنا شيء في العروض هذه له علاقة فينا. احنا ودنا نقول والله عندنا براندات، والله ان احنا من، بس احنا ما نروح نقلد، نبي الناس تقلدنا. الدعوات وطريقة الدعوات للفاشن شو، انا قاعد اسرق افكار، انا ما انا قاعد اسرق من الفاشن شو افكار لتسويق البراند حقي القادم. خلنا نشوف بالله العالم كيف قاعدة ترد على الشركة اللي كانت مسؤولة. في ناس لقينا 3-4 حسابات ناس قاعد تكتب ان عندهم مشكلة او كومنتات على الموضوع. لقينا عندهم جدول، قال الويكند حطوا ما ادري ايش، بعد ما وسط الاسبوع رصوهم رص من الصبح للليل، رش بدل البراندات. ترى اذا جوتشي ولا الماركات دي سوت شيء ذاك اليوم، زنوبة نشتريها حنا من السيل وانت رايح تاخذ عمره 3 ريال، 4000 منزلينه، والعالم يشترون. ترى حنا المشكلة، اكتشفت البراندات هذه اللي عنده عقدة نقص واللي يتوقع انه يعوض النقص اللي فيه بملابس تكون غالية. يعني تجي واحد تشوف لبسه ما يركب علينا بس يقولك لا يا أخوي ذا 4000. طب يا أخي ما يصلح عليك، ما يصلح. لما نشوف الفاشن ذا شو أدري إن الناس من حقها تقول ذا الكلام. اللي صار إنه قبل 3 سنوات حطيتكم الفيديو، قبل 3 سنوات أنا تكلمت قلت يا جماعة زي عروض الأزياء إذا بندخل موضوع البلد فلازم نجيب مصمم من عندنا يتكلم، يقعد يعرف ثقافتنا، في لون الخزامة، لون المدريش، في عندنا السدو، في عند 100 شيء. احنا في كل مدينة عندنا وفي كل منطقة لها ديزاينها الخاص او ملابسها الخاص او شكلها الخاص. وزارة الخام ما قصرت، لكن في الاخير اللي شنها محاويك. بعدين هات الازياء رحم الله والدينكم، ثياب نعرفه قلابي ياقة كبك ولا سادة. أما شغل مطرز تقلب ذا يطلع لي ألوان، والقلابي صغير هنا في زرين ذهبية، وشماغ برتقالي والنقشة اللي هنا تطريز. إيش اللبس ذا؟ مو بثوبنا، قبة. حنا نطور ثوبنا بخامته بشكله، نشوف منطقي ندخل عليه شغل دقل ندخل عليه. بس التطريزة عندي كولكشن صور بوريكم فيديو خاص لها، قلابي بينك ما تجي. طلعنا بموضة قبل فترة الثوب المعفط، يا أخي حالاتها ثوبك مكوي، تجي قدام الناس تقابل الناس ثوبك مكوي. والحين ثياب ما أعرف أقولها، لنن شغل ثوب حرير، لا تخربون
لا تخربون، احنا بنحافظ على وين مشينا. شماغ اورنج، شماغ بدا اللون ينقص شوي شوي من احمر بدا يشيل ويروح للوردي. هويتنا يا جماعه، هويتنا. الله يسرع العقال، انا خايف عليه الله، انا خايف على التشكيله اللي بتطلع. الله يستر يا جماعه. تعلموا في يوم التاسيس ولا اليوم الماضي، شوف الناس كيف لابسه. هذه ملابسنا، هذه الازياء اللي نقول والله هذا اوه هذا زي الجنوبي. وزاره الثقافه حتى جدول ترى كامل كل منطقه وزيها الرسمي. يعني اي واحد عندنا مصمم ازياء مو بعرف يروح كذا. في مجموعه الامانه ما اقول كلهم، بس مجموعه بس ما اروح اقلد لي. ايش اللي رجال لابس تنوره؟ وايش اللي واحده لابست لي قراطيس؟ واحد حلف في مخدات عليه وقتها تقول لي لا هذا فاشن شو. فاشن شو شيء ما نلبس، ليش الخزائر؟ اه روح اسير عجرنا بالبطانيه بيقولون ده مهبول، بيدقون على المستشفى يبلغون عني. هذا كده تعاطى في مشكله في بلد. الناس عندنا ماضي وعندنا حاضر، شغالين مستقبل. اخترعوا لنا شيء لنا حقنا حقنا، مو نروح نقلد باريس دار الازياء المدري سوت نروح نقلد. لا لا ما عندنا منه، سووا من عند من شارعنا، من شارع. عطني عطني ثوب على شكل رصيف، ما عندي. ركز لي على الفيراني البني. شوارعنا رصاص، كل بيوت الرياض بني، من طالع من الطياره فوق عجل حاله جيبونا. بس للامانه شفنا في مجهود جبار، شفنا في شغل، لكن يمكن خانهم التسويق انهم مشاهير وسناب صوروا مشاهير، ما يمكن ما نثق حنا حتى في لبسهم، فكيف اني اخذ منهم الدريم حاضر؟ يعني الدريم يعني هل اهتماماته موضه ولا فاشن؟ يعني ما ادري. للامانه المشكله منكم مو منا. عنا الناس تقولنا والله في اشياء كثيره حلوه، ندخل نبحث. ما درينا عن اسبوع الموضه الا يوم جاء واحد حافي وخلقين وذا والناس شبت، ولا اوه موديل سعودي طالع كذا. هذه الاشياء اللي عرفتنا فيه موضه. السنه اللي راحت نفس الكلام. فلما نلقى نشوف الاشياء الحلوه انتشرت، فمعناها ان شغل كويس. نتوقع السنه الجايه ان فكره ان نجيب مشاهير سناب يغطون، لا انا بقدم لكم خدمه. مستعد استضيف ثلاث حلقات اتكلم عن الفاشن قبل بدايته، حنا نسوق لكم ان شاء الله. تقولون ضدنا ما ضدنا، بس بعرض برضو خلقين واجد. فاصل.
حياكم الله معنا بعد الفاصل ومع موهبتنا اللي أنا سعيد إنه أول موهبة غنائية تطلع معنا في برنامج طارق شو الموسم السادس إنه يكون عبد الرحمن بن أحمد. يا هلا وسهلا. حياك الله. يا مرحبا الله يبقيك يعافيك. ما أدري شو أقولك. والله أنا اللي ما أدري وش أقول. لكن صوتك للأمانة موهبة جميلة. سلام سلام هذا من ذوقك صراحة. بس إنك عاد في مشكلة عندك. وش؟ السوشيال ميديا عجزت نلقى لك شيء. والله للأسف لسه أنا قلتهم تونا بادين يعني تونا جديدين عليه. توك يعني تقول بسم الله. يا سلام بالضبط. عطوني إنستغرامه. هذا الإنستغرام حقك صح؟ وينه؟ أوكي هذا إنستغرامك طلع معنا. كم عمرك أنت؟ أنا عمري ما دخل. لا بسم الله. 24 عمري. حلو 24 ما شاء الله عليك وتعزف عود وتغني وتشكل وطبقات وذا. متى كنت تعزف من بدايتك؟ والله أنا من يوم تقريبا من يوم عرفت الدنيا وأنا أسمع ذا العود وعندي إخواني في البيت وكذا. كلهم يعزفون؟ لا عندي اثنين من إخواني يعزفون تقريبا. أسمع ذا العود أسمع يعني تقدر تقول مخزون سماعي كبير. فيمكن في 2018 بديت أدندن. كم كان عمرك؟ 17-18 سنة تقريبا في أواخر الثانوي يعني. لما جت كورونا وهي اللي نمت الطفش والقاعدة في البيت هذه هي اللي نمت. والله عارف واحد وصلنا الحين على أنا عارف واحد ما نمت عنده شيء مطول كورونا وماسك عود يبيله يومك يلا يعزف أغني بدون ذكر أسماء نسيف الأخير رجع الحق هذا. طيب كم أخذ منك فترة تعلمت العود يعني سنة؟ تقريبا السنتين لما يعني بدينا نطلع جملة كاملة يعني. حلو. طيب تعزف شيء ثاني؟ إيقاعات شيء ولا بس؟ نازل الشرح الرومبا العربي. لا الإيقاعات لا الآلات. تقريبا لا يعني انا اعرف اروس بس انه مو بكل الايقاعات يعني. اوكي يعني بس عود وايقاع بس. اوكي طيب ليش صدق الحين تقول انت جديد؟ طيب انت بعدي في ازمه كورونا على الاقل في ازمه كورونا كانت سويت بث ان شاء الله ما عندك احد ان شاء الله ما يعني عرفت. نعم والله قالوا لي الاخوان والشباب برضو الاصحاب ليش ما تفتح بث تعال نفتح بث. وأنا تقريباً الفكرة موجودة والرغبة موجودة بس الفعل لسه ما حسيت إني شوي يعني. متى قررت قلت بسم الله؟ والله لسه لا ما قلنا بس قلنا بسم الله في طارق شو. لا إن شاء الله والله العظيم أنت من الناس اللي أنا حابك كذا. أول شيء كاريزما كوجه كعزف كصوت الله يسلمك كسن 24 سنة يعني قدامك العمر يعني تسوي كل شيء فيه بإذن الله. خلنا نشوف فيديو. وطني الحبيب وأنت موئل عزتي ومنار إشعال أضر سلام في كل لمحة برق أدعو له في ظل حال عطر إكرارا. وطني الحبيب هذه وين كانت؟ هذه في الدوام. هذه في مناسبة يوم التأسيس. إيه. كان في حفل وجانا خبر إنه في حفل الأسبوع الجاي. إيه. قلت إيش ما أطلع بحاجة الفكرة يعني. كلمت ال. ما حد يدري إنك تعزف أصلاً. لا للآن ما حد يدري أبداً. إيه. كلمت اللي نظم هناك الحفلة قلت له اني عندي عود كذا عندي مشاركة ودي. قال لي خلاص تمام الحين ما ندري ان الا انا وهو فقط. المهم ذاك اليوم دخلت بالعود كلهم استغربوا ما يدرون يحسبوني انا يحسبوني نازل بالعود بالغلط احد نزلني مع العود. فجت المشاركة والحمد لله يعني. مديرك كم بصان شيء؟ كلهم مبسوطين. عطاك بونص عطاك شيء ما في شيء ببلاش؟ لا والله الحين باقي انت. حرشك عليه. المفروض ان عادي يقول يلا هذا بونص يعني
ينمي موهبتك. والله الصراحة إطراء الحالة والاستماع كان أفضل يعني. إيه طيب زين، أدور المدح أدور ذا. طيب الكافيهات، اللونجات، الحفلات، حفلات خاصة، المجر. والله لسه إلى الآن ما في إيش، كل اللي أعرفه استراحة والعزف، وإذا طلعنا برا كذا كشتة خفيفة أنا وش. يعني أنت فقط. ما تبي ولا تقول حبة حبة؟ لا بالعكس، شيء حلو إن الواحد يطلع ويعزف، بس إلى الآن الفرصة ما جات يعني. أوكي. ولا الرغبة موجودة يعني. ولا أخوياك مقفلين عليك؟ لا لا، ما هم أكثر ناس ودهم يعني يبهوني. والله جلسات طرب وفلة وذا، وش يخلونك تطلع تبي شغل؟ شوف خلنا نشوف فيديو وريك. ها تبين بعد الأغاني يروحون يخلونك؟ والله صراحة هم كلهم هم اللي يبغوني يا عبد الرحمن سوي، عبد الرحمن افعل افتح بث. والله العظيم ترى احنا ورطانين، احنا طلعاتنا وكشتاتنا وذا على جدول رايد. عدد الرايد متى تكون فاضي وعاد شخص طول جدول الأعمال، حفلات عندي مدري ايش وكذا، واليوم اللي يكون فاضي فيه بعد يجينا متأخر بعد. يطول هو فاضي عشان لو عشان ما شاء الله عليه ما شاء الله. أنا قلت لك تخذني معك بس كورال أي شيء وعاد الدهر، بس قلت رفي وجيين لا تأخذها بد من تعلم. أهم ما في الفرقة إذا بكرة بتسه، أهم ما في الفرقة عزف الورد. اختار لك واحد لا تطيح طيحتنا. اختار لك واحد تمشيه أنت على كيفك. تدري يا طارق أول شيء أول شيء سويته وش كلمت مروان قلت له أنا أحتاج عزف الورد. والله إيه والله. وش قال؟ قال لي خلاص أبدا صيد المواهب من ورانا. طيب طلع معك؟ لا لسه الحين اليوم اليوم. اسمع دور غيره. نصيح. لا لا ان شاء الله في الخير. حفلتك بتبدا 9، مروان توه ما شبك اسلاك الا 9 الصبح من انت كيف؟ وبعدين قسما بالله تقول انا وش قرد المفروض يوم شغلت شينات وقعدت يجي توه بيقعد توه بيسولف. انا اعطيك عشان تعرف الكتالوج حقه. حلو حلو والله. لا انا بسبق له بقول الحفله العصر تعال. قلنا الحفله من احد وانت الاثنين. خلنا نسمع اغنيه، خلنا نسوي تيست نشوف انت ومروان كيف، شوف بينكم تناغم، نبي نسمع اغنيه. يلا. الشون في عين المعذب ويبقى الدم تذكار الأحبة. أنا أتعب أنا حيل أتعب، ولو قالوا تحب أقول تحب. Yeah.
أحبه. الله عليك الله عليك. تدري عاد مروان أول مرة يشتغل بذم وضمير؟ مروان خلاص أنا عرفت اللي يعني. أول مرة مروان يشتغل بذم وضمير وبعدين سيف قام يبتسم. عرفت الكتلاز خلاص أنا ومروان تناغمني. إيه والله. وبندر يطله ويعزل. ترى شوف أنا بتكلم نيابة عن الشباب ومون عليهم، الشباب كلهم تحت أمرك في أي وقت، فوق الأمر إن شاء الله. صراحة دين أنا مستمتع وأنا معهم والله، وأنا أعرفهم وأعرف جوهم، ما يجاملون يعني. أنا عندي اثنين إذا طلعت في عينه بالفرقة أنا خاف، زي اللي يقول زعلقة تفان. بندر تعرف بندر إنه أعطيني في الزاوية شو محد انتبه لي. بندر إذا فنجل عيونه فدر إنه زي اللي يقول فك أمنا يا شيخ. إذا شفت بندر مبتسم هذه أشياء نادرة، فبندر اليوم أنت تعزف كان مبتسم، تخيل. الحمد لله الحمد لله أنا سعيد بعد. ورايد بدأ يخاف. انطحت في انطحت في البداية في حظ. بالعكس نتعلم من الشباب يا حبيبي، نتعلم منهم. عبد الرحمن إن شاء الله نشوفك نجم بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. صوتك يستاهل وموهبتك تستاهل، فنبي منك أغنية نختم فيها حلقتنا. يهمنا اليوم نسمع الناس تسمعك تغني ولا السوالف لاحقين، بكره بتصير نجم بتشخص علينا هي كلمتين. لا بالعكس طارق شو اول شيء يا حبيبي. فنبغى نسمع اغنيه نطلع منها فاصل باذن الله. باذن الله. حياكم الله معنا بعد الفاصل، واليوم ضيفنا ضيف مميز. احنا صراحة ما نعرف وش نصنف بالضبط وش شغله، ما ندري. هو مرة مع التجار، بعدين فتح مكتب عقار صار عقاري، بعدين قال لك أنا إعلامي، بعدين يقول لك أنا مساكين، بعدين نشوف أي شره. معنا اليوم محمد دريم. يا مرحبا ومسهلا، الله يطول عمرك ويسلمك، ولي الشرف اليوم لقائي معك، والله يطول عمرك، واللي أفضل منها الألقاب اللي قلت هذه كلها أنك تعدني أخوك. ترى تشتري ذمتي. الله يطول عمرك. أنت أخوي فوق رأسي وعزيز. الله يرفع قدرك أخو عزيز وغالي. لكن أنت وش الألقاب ذي الأحب لك كنت؟ العقاري ولا الإعلامي ولا صديق التجار ولا الشاعر؟ وش اللي تحبه؟ طول عمرك محمد الدريم يكفيني هذا الاسم. يعني انسحبت على الإعلامي مع التبي؟ لا لا، كل اللي بيطلق اللقب من عنده يطلق، وانا والله احب الجميع جميع ما جميع الاسامي اللي ذكرت. طيب بنبدا حلقتنا اليوم بشكل مختلف عن حياه محمد الدريم الطبيعي. نعم. من بدايه الحلقه لنهايتها لن نمدح احد، لن نعلن لحد. نعم اوكي، ابى اشوف منك ما نمدحين احد. نعم ما نعلن لحد، بنسولف عن محمد الدريم. نعم سم محمد الدريم بين يديك، انا متاكد اني ما جيت في اللقاء اليوم الا سال عن اللقاء 1000 سؤال.
والله يطول لي عمرك. مش قالوا لك عنه؟ مستعد لك بإذن الواحد حتى قبل حتى قبل ما أدخل عليك ورقة مع المصعد ذاكر أذكر المساء. شفتك الحين قاعد تقرأ بعد أذكارك. نعم نعم أذكرها أنا الصباح والمساء هذه متعود عليها. طب إيش قالوا لكم؟ قالوا لي عنك أشياء واجد. قال لك إبليس أكيد تقرأ. لا 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 يطول عمرك أذكر أذكرها سواء عندك ولا برا ولا طالع أنا يوميا. طيب ايش قالوا لك صدق؟ عطني عشان اعرف كيف تعامل معك. قالوا لك الظهر الميت من قبره. لا 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 الله لا لا الله. طيب الان محمد دريم في بدايته علي كان يحب التصوير؟ نعم. ولا وش كانت اهتمامات محمد الدريم وهو شاب؟ ايش كانت اهتماماتك؟ اهتماماتي احب التصوير. كنت سابق يعني على صغر سني بذاك الوقت كنت احب التصوير كاميرا ما ايش عليها. وقد ذكرتها في لقاء سابق كاميرا شالت لي الوالد الله يطول عمره ومسيها اول شيء بهذا اللقاء بالخير الله شالت لي وقل له ولدك في امان ترى يطول لي عمرك ويسلمون وتاكد انها تدري ان ولدها حريص شالت لي كاميرا وكنت اغطي في المناسبات احب تصوير الشخصيات تغطي المناسبات زواجات الاشياء حفلات شعر مسابقات كانت على وقتها شعر المعنى ايام قناه الساحه سابقا قبل سنوات كنت أغطي فيها وأغطي الشعراء مجاناً ولا كان فيها أجر؟ والله مجاناً قسم بالله أنا مجاناً والله أنا مجاناً. يقولون أول أجر لك كان 5000 أو أول مكافأة تقصد مكافأة لك مكافأة لا أقل ها؟ أول مكافأة جاتني يعني بداية التصوير 10,000 أعطيت أمك 5 أعطيت أمي 5 خذت 5 قسمت أنا وأخي هذا كل واحد منا 1,500 الباقي رحنا دي 5 باقي 5 كل واحد 1,500 اي 1,500 خليت 2000 2000 طال عمرك اللي هي حقت ملاهي كير رحنا لازم يعلن والله يجي يموت لازم يتمالح لا لازم لازم يتوقع على نفسك لا قل رحنا وانترلاند قديما لا لا وانترلاند قديما اللي كانت في الحمراء اللي يحكي ها ملاهي كير هذه شلها في المونتاج اوريك هذه الكلمه تطوط على كلمه احنا قلنا ما سام سجيت. طيب تركت التصوير ليش؟ أنا ما أكل عيش يعني. لا لا استمرت فيها. إيه. استمرت فيه التصوير. حلو. استمرت فيه والحمد لله. هنا. الحين عندي طال عمرك الحين عندي أنا جايك في اللقاء طال عمرك وعندي 6 مناسبات. حلو. الرجال أعمال. تروح تصور. لا موزع الطاقم الحين أبشرك. لا بس صور أنت. إيه أنا أجي حاضر طال عمرك وأصور. كم لقطة أنا أصورها وحاضر وأصور مع تفتح السنابات كل مجموعة وخلهم أول مجموعات من طلقة طيب الحين هل التجار محتواك كيف يعني أنت ماخذهم محتوى ولا هم ماخذينك محتوى يطول لي عمرك لا تأكد أني أنقل مناسبات من أنا تزودني وتشرفني أي لا لا بس أتكلم بعض الأيام نشوف مشاهد بينك وبين حوار بينك وبين أي تاجر أنت ماخذ محتوى لا لا ولا هو ماخذك محتوى أنا أخذني محتوى يظهر في سنابي ولا في موقع التواصل لأنه يثق في المادة اللي يقدمها محمد الدريم والطبقة اللي عند محمد الدريم وش المادة اللي عنده لو عنده أرض بريال قلت بمليار لا لا طال عمرك لا تأكد أني ما أتكلم بلغة أرقام اللي أنا متأكد منها لأن كلام واحد ذاك اليوم تاجر يقول وحقني الدريم لا لا ما عليك طال عمرك اللي وحقت أنا بعلمك في حرمة شرت من عندي في مزاد حرمة الله يستر علينا وعليها لو تبين اتصل لا اتصلت عدها مثل والدتي جت في مزاد كلمت عادي هذه نقطة لا أنا كبير السن اللي تشوف عياله معه ولا تشوفه في مقام ابوك تعدى مثل والدك طيب يزيد الراجحي مو بكبر ابوك تقول لا يزيد الراجحي طال عمرك سوى مواقف معي ابوي لا توكل من كلامك يزيد الراجحي طال عمرك عده ابوي واخوي صديقي اقسم بالله ترى تو قبله كان العجلان خويك وابوك نعم لدى الحين انا طلعت في لقاء قبل 7 أباء 8 أباء يطول تقديرهم وعدني واعدمنا ابناهم الحمد لله طال عمرك لاني جربت اليتم كم من الاب الجديد كلهم غاليين من اللي بيجي طيب طال عمرك عده مقام ابي كلم اب كلهم ايه ولكن يمكن طيبه مقام ام لا الكبيره السن كبيره السن واللي عوالها كبري عدها مقام الام والمراه اللي على عين والراس عدها مقام الاخت والسنافي اللي مثلك شراك عدها اخي حبيبي يطول لي عمرك الله يسلمك صديق الساعه ساعتين عدها صديق والله يطول لي عمرك يسلمك والله يعني مقسمهم انا مقسمهم يعني مو بالقاب يكون واحد شوف الشايب تاكد اقسم بالله بعض الشباب اني احب راسه وانا ما اعرفه يا اخي احنا فهمناك غلط الله يهديك يطول لي عمرك طيب كم عدد رجال الاعمال اللي تهاوشت معهم مثلا جاء قال لك يا اخي محمد فكني أعطيك موقف سمحت لي هذه سيدة حرمة الله يستر عليها جت في مزاد شارت عرض في حي في شرق الرياض حلو. في أحد الأحياء بدون ذكر الاسم شارت العرض وتشتريها قالت أنا عندي أنت حضر مزادات ولا أنت اللي أنا حضر مزادات أسوي لها دعاية تغطية لها وأسوي إعلان للمزاد ويمكن بيني وبينها للمزاد علاقة عقار
إيه شيء صيدة شيء مسلوق. ويشدوني أما إني خبره شغله في العقار يشدوني وأقول لهم. هذه موهبة جديدة ترى العقار جديدة. لا ما لا كانت فيها. لا طال عمرك كانت فيها أول بس خفية. أول سعي جاني يا محمد الدريم 19,000 معرضين في القادسية. حس 19,000. إيه. ودخلوا في الساعة 10. يعني كل واحد 900. شوف عاد احسبها 10 ساعة يعني انت الله مرزقني ورزق مني دخل دخلهم المشتري لو انا على كيف ما دخلتهم 19000 19000 هو 11 ساعة 11 شخص احسب عاد قسمها قبل سنوات قبل سنوات لكن انت ويق عند الله. طيب ما في خلنا نرجع لموضوع التجار هذا سؤالي نعم التجار اسالنا في بعضهم يتقبل محمد نعم بعضهم ما يتقبل محمد الدرب قد صار لك موقف محرج في عدد المزادات قال فواعد يا أخي إيه نعم تراك نحس ولا إيه قالك نعم 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 صار لي رجل عمال جيت بصوره قال لي سمعت لا تصورني لا تصورني أقسم بالله أنا صحيح إيه؟ قال لا تصورني يا دريم ولا بيطلع على الموقع التواصل قلت على راحتك أنا ماني مجبور أصورك صورتك تقدير أن حضورك طلعت من المزاد الرجال يمكن أنبه ضميره ولا جاء أحد من مقربين له مدحني عنده ولا قال الرجال مؤدب ومحترم دق علي اليوم الثاني أبيك تزورني الشركة إيه قال جاء بيني وبينك خلاف أمس ونظر ولكن اليوم أنا محب لك. طيب في واحد ما دق عليك أبد وشو في واحد من التجار ما دق عليك في يمكن عدد أصابع اليمنى. إيه طيب خلنا نشوف فيديو تم تفضل أو صورة قبل تم صورة ومنيتك يقول محمد دريم ومنيتي قرب النزاع أمنية وتحققت نعم صحيح نعم هذه أمنية عند محمد الدوام تحقق. طيب الله. بعد يزيد ما يجي واحد ثاني أمنية ثانية عندك أمنية جديدة. حيا أمنياتي اللهم لك الحمد والشكر أول أمنياتي طال عمرك إن أمي على قيد الحياة. الحمد لله. وطيبة وخير وتشوف ولدها من نجاح في نجاح. الحمد لله. يزيد الراجح طال عمرك. هذه أمنية رقم طيب اثنين. طيب يزيد الراجح يا بعطيك طال عمرك لو يجي عندك في البرنامج. هل هو إضافة ولا لا؟ بيشرفنا. إضافة للبرنامج إضافة. إحنا إضافة له هو إضافة لنا. نعم طيب صل على النبي يا طويل العمر يزيد الراجح طال عمرك رجال قربت منه وعينت الخير وعينت المواقف. وعينت العلم الطيبة أنا والله ما أعرفه هو يزيد أنا ما أنا أشوفه في السوشيال ميديا لا ما أنا ولا أعرفه ولا احتكيت فيه يزيد طال عمرك أول لكن أنت قريب منه قال قريب منه وقسم بالله أنه تكلمني اليوم العصر طيب أنا سؤال يطمع عليك ابنه أنا سؤال إي نعم أنا سؤالي أمنية أمنية في أمنية بعده نعم أمنية يعني بكرة يزيد يطفر نعم. في أمنية جديدة طول لي عمرك أنا يزيد أنا أسأل سؤال أنا أسأل ما يدخل في يزيد طلعت من يزيد أنا الحين أمنية بعد سنة في ناس بيطلعون جدة نعم ملياردير نعم تعرفهم الواحد يستمر في يعني أمنيتك أي تاجر في الدنيا حلاص يكون رصيد لك في الحياة أنا عندي يزيد وعندي الحوات الغالمة اللي قبل يزيد يعني ما أخذهم رصيد رصيد اللي من ظروف الدنيا ورصيد اللي في الدنيا والآخرة ما ندور والآخرة إن شاء الله بشرك إني أبدو لها بدون الإعلام طيب نشوف فيديو شوف أنا أحب اللي عندهم ثروات الطفارة ما أحب نعم هذا الفيديو اي نعم سوى لك مشكله مع الناس اي نعم سوى مشكله واجد عرفت شلون تقول ذا الكلام اي اطول العمر انا بعطيك العلم اللقاء هذا على عيني وراسي إيه؟ لكن يمكن اكثر اصدقائي اللي انا معهم واكثر اللي معي يومياتي يعني ما اخذ معهم حواجز إيه؟ يمكن ما يملكون ولا شيء اي بس الكلمه ذي الكلمه طال عمرك ما عليك من اللقاء عليك من كلامي أنا الحين لا لا أنا أقول لك أنا أقول لك يعني سوت لك موجة نعم أنا ترى بالعكس يمكن ما انفتح الموضوع محمد الدريم دافعوا عنه بعد في الأخير أنا ترى حطيت الموضوع ذا لهدف نعم الناس في تويتر كل قام يفتي مثلا نعم واللي ما يداني محمد كتب انطلق واللي ما يداني واللي حاسد محمد تكلم واللي كان متابعينه 100 صاروا 20 ألف واللي كانوا فهمت الفكرة نعم صحيح صحيح الرد الآن منك أنا ممكن أقول أنا أخي ما أحب الرد طال عمرك أنا أحب رجال الأعمال وأحب الطفارة وعلى عيني وراسي لكن بوضح لك حاجة إيه؟ يطول لي عمرك ويسلم الحين طال عمرك الغني طال عمرك الدراهم كل تشوفه قريب منه ما نختلف أنت أمور زينة بس حياتك مرت عليك أول كنت تقول نعم عجلان نعم. فبرضو هذا من حقك ترى شف أنا لو دخلك مليار من ذا التجار جعل فيه العافية أنا أقول لك شغلة جعل فيه العافية وثاني شيء هذا ذكاء منك يطول لي عمرك فهمت الفكرة؟ يرحم والديك تأكد أنه ما أذكر من محمد وأذكر من محمد إي أنا قبل الحلقة للأمانة أعرفك من المحتوى وي من التصوير يعني أشوف أتابع الحلقة أشوف عندنا بعد رأي من غث من بعض الأشياء لكن اليوم شفتك كل اللي كنت كاتب شلته لأني شفت شخصية ثانية الله يطول عمرك شاهدتك على عيني وراسي فهمت؟ يعني أنا عرفتك من لبك أبدك وبتبيك نعم جات عفوية وضربت ترنت
توفيق من عند الله. اي جت عفويه هي. جتني عفويه ما كانت لازمه. لا وفيها الحين وفيها الحين طال عمرك كلمه جديده قال. اوه جو. نعم نعم. اهلين. نعم. نعم وش الجديده؟ الكلمه طال عمرك اللي هو طال عمرك تبي تسمعها بغينها ولا تسمعها كذا وانا ارددها. اقول لك اياها وانا اغنيها بصوت. غنها غنها احنا نبي بليغ. اتمنى طال عمرك يجعلني والله ما بكيك. يجعلني والله ما بكيك. هذه الاصدار الجديد. هذه الاصدار الجديد. حق 24. هذه طال عمرك من المليار طالع. حصريه. حصريه. واللي من المليار تحت يعني مع عدم. لا ابد شوف انا. أنا اي انسان اي انسان ذكي اي انسان ذكي هي حق له يجم محمد الدريم في ألف واحد نفس محمد الدريم لكن نجح محمد الدريم. نعم. تقول لي اخوي تجار تقول لي شيوخ تجار تقول لي انا اقول لك اي كلمه تقولها الناس انا ما يهم الناس اهم شيء اللي يعرفوني قريب ويعرفون شخصيه محمد بعض الناس والله ما اعرفه وانه في البرنامج في الكلمه اللي طلعت انه دافع عني وتكلم وانا والله ما اعرفه دقيت اشكره. علاقتك في المشاهير كيف؟ علاقتي زينه في المشاهير علاقتي زينه لو اني مقصر معهم بالاجتماعات اجتماعاتهم الأسبوعية مقصر والله لا لا تحرص لا لا نعم ونعم فيهم كلهم ونعم لا 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 ونعم فيهم 99 لا 99% 1% لا. طيب فرضا بكرة ترى الحين شوف يعني كثير أنا ضيوف استضافتهم منه لا معنى وعطيت نصيحة مني والله العظيم كأخ يوم تقول أنت أخوي أي نعم أحد يقعد نعم على الكرسي نعم ذا أخوي نعم وعطيت نصيحة مرت السنين وألقى رسالة قبل شهر في الانستغرام تذكر يوم أنك قلت لي قلت له والله أذكر قال صار أنا أقول لك المشاهير لا تحرص خلا كذا أنت لا ترد. طيب بس تسمح لي مداخلة في مشهور مشهور في السوشيال ميديا جاء وقته العلم الطيب قدمه مع مشهور ولا غير اللي بتقدر عليه هو الناس يحسبون مع الواحد قدر على كل شيء التوفيق من عند الله. ترى المشاهير أصناف بعلمك في مشهور في مشهور رجال بس اسم رجال اسم رجع. أنا أقول لك إيش مشاهير ليش تعرض إن موضوع الحسد لكنه في منهم رجال. في منهم رجال أخوة. يعني أعطيك اثنين بس يستاهلون ذكر يعني ما عندي مشكلة. عزوز ثامر. ونعم رجل 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 وبار في والديه ترى. رجل. الله يجعل أبوه في الجنة ويطول عمره والدته. رجل. وأبشرك إني عد أم أمي. نسيت أعلمك ذا معلومة. أم أمنا كلنا. ما وعد أمك. أنا أمنا أمنا. حطيت أمك أمنا. لا تدخل في خطي الحين يوم إني مدحت طبيب. أوضحك عزوز سامر. أنا قال أنت ما تمدح أنا مدح. متأكد إني بعطيك تصريح حصري. إيه. وأنا هو صديقي وتواصل بيني وبينه أسبوعيا. أنا شبه. تأكد إني الحين أزحت عن يزيد 60%. باقي له 40% عزوز سامر وأقضي علاقته مع يزيد. وهذا من خلال برنامج. يعني طلع حقود يعني ده طالع. لا أزحف عن يزيد أزحف عن أبوي. ليش تزحفه؟ أزحف عن أبوي لأنه صديق. ومقرب غالي تو كان ابوك امه امه والحين قاعد تبي تكرش اتكلم عنه لكن هو صديق واخو هذا التجار ازحفه شوي هذا التجار مشكلته يطول لي عمرك يسلمك شغل تحضين انت شغل محمد نور لا لا تاجر صيد لا طال عمرك شغل بعد المولد طال عمرك راجعك مقصيه الله يشفيه ويعافيه يطول لي عمرك يوم انك ذكرته الله يعافيه بعد المولد في السلامه يطول لي عمرك فهد المولد وعزوز ثامر وغيره نعم نعم قلت لك في مشاهير رجال نعم وفيه مشاهير بس يرجع الأغلبية الساحقة نعم نعم أنا جربت نعم وأنا جربتها أنا طلع معي حوالي 600 ضيف لما تيجي تعيدهم 100-130 شخص تحطه على الجرح يبرأ نعم فهمت كم عدد الضيوف أنا حاسب محب رغة الرقم حوالي 600 600 600 ضيف أنت تقريبا 610 حلقت طيب 610 كم طلعت 130-140 يعني حلو دخل 5% خلنا نشوف اطلع فاصل خلنا نشوف قاعدة تجار من عدد بكرد كندو حياكم الله معنا بعد الفاصل كرسيك مريح مريح مستانس ليش لا. ليش انا لا والله ما ادري يمكن انا اللي اسوي اللقاء يمكن قلق من المقابله والله ما ادري يا اخي يطول لي عمرك يسعد ثاني حلقه الحلقه الاولى مش الكرسي يطول لي عمرك عليك مني طيب الحين باخذ تفاصيل سم ان كلمنا كذا كلام نعم بما انك الان مستثمر عقاري ومستشار عقاري وراعي مكتب عقاري وعندك شركه عقاريه نعم ايش رايك في سعر العقار؟
والله مناسب في أماكن ما مناسب فيها وفي أماكن مناسب فيها. في الرياض مناسب؟ إيه سعر العقار في الرياض مميز على حسب وين تبي تسكن. تبي تسكن جنب الطبقة اللي لبها كم دي وكم دي بيها كنت تدفع المتر. إيه لو وصلنا سعد المتر بألف وين سعد؟ وانت رايح مع الدمام شوي بوصل لا طال عمرك تعود دون طعمك بلف بلف ومية بلف بلف ومتين كم باخذ القطعة هنا متر في متر؟ أقول الحمد لله الرياض فيها مشاريع ضخمة وتوسع بمشاريعها والحمد لله الأمور زينة في العقار. يطول لي عمرك الله يرحم والديك. يعني انت مناسب لك ان المتر ب 7000؟ لا والله انا والله يطول العمر انا طال عمرك ودي بالعقار المناسب لكن فيه طال عمرك. اعطيك معلومه تدري في فيلا في الرياض 600000؟ وينها موجود؟ وين موجود؟ ضحيه مشروع ضحيه الفرسان. شو تديني هناك؟ وش وديك هناك هذاك مشروع دوله؟ طيب اصلا مشروع اسكان مطورين عقاريين اسكان في الاخير اسكان اسكان طيب مشروع ضخم. لا اتكلم عن ال 200 رجال ما باخذ ما يحب. طال عمرك عندي مشروع طال عمرك 700000 فيلا كامله. وين؟ تبعد عن برج الفيصل 20 دقيقة. لا هذه نظام 20 دقيقة ذي في الزحمة 9000 ساعة. لا الرياضة إيه لا تقول لي شغل عقاريين ذي الدفتر علي. أنا أقول لك إيه؟ أنا أقول لك أنا رجال أبسكن حول دوامي. وين دوامك؟ هنا. هنا ما أقل شيء المتر 6000. طال عمرك أنت كم يناسبك متر عشان أكون أقرب لك وجهة النظر؟ 600 ما طيب أكثر من كذا. 600 كم عدد أفراد بالأسرة؟ إيه. وش ذا تحقق من؟ لا أسألك سؤال ممكن عشان. أربعة. أربعة ليش 600؟ لا أتكلم أربعة غير أنا ضيوفي واجد. طيب ضيوفك واجد 300 تكفي كنت ضيوف. سوي نظام ذاك الوزير اللي يقول السعودي تكفي 200 متر في الأخير هو بيت السلام. طول لي عمرك يسلم. لا يا هذا الأكل حق الإعلام. الله يطول لي عمرك أنا أقول. حبيب العقار غالي ولا رخيص؟ مناسب. يطول لي عمرك. لا هذا مكتب كذا ترى دحدرت. الله يطول لي عمرك أنا عندي في مكتبي طال عمرك في شقة برا 100000. وين قاري في شقة قاعد شقة غرفة وصالة؟ إيه غرفة هاي شقة ثلاث غرف وصالة. أيوة ثلاث غرف وصالة عندي من 500000. وين طالع؟ لا توك غيرت السعر شوي. من 500000 أربعة أي ثلاث غرف إيه وصالة إيه هو الله يعزك على في الرياض ولا ضواحي الرياض يعني تنقلني ورا النار من استديوك من البرنامج من مقرك هذا طال عمرك تبعد 12 دقيقة وش هتبي ومع الزحمة 20 دقيقة وقسم بالله ما عاد متوقع ثلاثة شرايين عندي اقسم بالله ما عاد متوقع عندي الا ست وانا كلمه ثلاثة شرايين توكل بكره بنجي نشوفها توكل على الله 12 دقيقة 12 دقيقة يعني في الزحمة ولا بدون زحمة؟ لا والله حتى 12 دقيقة حتى بدون زحمة نحسب الزحمة دبلها 12 دقيقة 24 يعني من الاستوديو على مدار 10 كيلو جاهز موجود شرينا ثلاث شقق طال عمرك انت بتسكن في حطينا شرينا ثلاث شقق شرينا توكلنا على الله ندق عليك بكره ادورك كان على تم ونظام حقين والاشياء ذا تتصل عليك والله انباعد لا موجود طال عمرك انا قلت لك كم جيو بيتي خلاص سهل الله يطول يلا طلعت بشقق يطول لي عمرك يا سلمى 400000 500 الله يطول لي عمرك كلكم قول لبك 500 طال عمرك 500 جاي ابوك في الجنه كلام واضح واضح انت اول شيء قلت 400 500 ولا بالسعي ها؟ ولا بالسعي لأن أنا أوصي كم مساحتها؟ الشقة؟ إيه مساحة مناسبة أنا أعطيك مساحة مناسبة 43 متر أنا والله معي جدول حق الشقة لا بس أنت عقاري المفروض الآن ما يحتاج جدول من 120 130 140 طب متى بتأول مزاد بيسويه الدرين؟ سويته الأسبوع الماضي حلو سويته مزاد رسمي سويته الدرين حلو. مزاد إلكتروني طبعا عندي مزاد حضوري إن شاء الله على مساحة 4 مليون متر في شمال مدينة الرياض. حلو. بس إني رتب مع التجار لأنهم نصهم مسافرين ونصهم موجودين. فبأجمع بينهم إن شاء الله. حلو. أنت توفق بينهم وتجمع. أجمع حمد يا بيكون بينهم منافس. إيه بس بنيجي نحضر المزاد نلقى 500 متر. وشو؟ يعني ولا تبيعون قطع كبار. لا خالد الأعمال طور يمديك تشتري. أوه أنت على الخام شغال. إيه. لا عادي لو تجيب لي قطعة صغيرة. أنا بعطيك معلومة. تدري في عمارة جنب استديوك هذه بعتها في مزاد قبل 6 شهور. إيه؟ لا والله قبل 8 شهور الوضع زين. 8-9 شهور بعتها طال عمرك المتر 14,000 ريال. طيب إحنا نعرف إن الأرض غالية هنا. اليوم خلال 8 شهور عشان تدري إن العقار ابن البار. إيه. اليوم تدري كم بعتها؟ بعتها قبل 3 أيام. إن شاء الله ب100,000 المتر. 23,000 ريال المتر. إن شاء الله ب100,000. من اللي مع 14,000 الأولى؟ 14,000 المتر. المتر الأولى عشان يجيب لك 24 الثاني. طيب أنت لا تيأس أنت حاول إنك تصير مثل 14,000 إن شاء الله. يوم انك تدخل دراهم معك ايش اعرف هذه ادور كفيل اخر لا تيأس لا لا جاوبك واحد لا تيأس لي بالاخير كفاله اطول لي عمرك هو على الشريك الناجح المبدع راعي الامانه قبل ما يكون مبدع يعني انت ابداعك من شريكك نعم شركاء لي اصدقاء لي اولهم يزيد الراجي
احنا ما علينا عندي يا سيدي الراجل توك ترى مالك امنيتك تحققت لها 6 شهور حققت امنيتي ذا عمرك اللقاء طالع قبل 6 شهور بس تدري كم 6 شهور كم عارف ما شفناك تصور معنا قبل 6 شهور لا طال عمرك سحبت على الباقي لا طال عمرك ادخل على تويتر طال عمرك انكم ما متابع القوه لمحمد الدري يمكن الفتنه مقاطعه قبل 6 شهور لكن لي ما عرفت يزيد سنتين حتى سنتين سنتين طال عمرك سنتين عمر انت لك 4 سنوات صاجنا بالعقار يطول لي عمرك يسلمك عرفت يزيد لما كنت من علاقتي معه استعجل لان عندي عشاء عندي يزيد اقسم بالله اني اتاخر والله العظيم يا اخي الربع تبعد ترى من هنا 10 دقائق والله تدري ايه بعد سنتين بقابلك اي بقابلك الايام الجايه بس بعد سنتين بذكرك بسالفه وشي عرفت ما في علاقه تدوم ما يدوم الا وجه الله سبحانه راح أقول ولا في ولا في أنت تتكلم الحين أنت تقول لي كل ما قلت حرف أقولك شلون الدريم يقول يزيد قال لي أنا بخير ما أنا ما أدخل يزيد أقولك أنت محمد دريم أنا محمد الدريم طال عمرك أنت محمد دريم إن محمد الدريم يربط اسمه مع يزيد لا ما له دخل بس أنا لقائي رجال ما يا أخي رجال طيب ونعم فيه ونعم فيه رجال مثل رجال الباقي كلهم على عيني وراسي يا أخي ونعم فيه ونعم في غيره ونعم في الشباب ونعم رجال واجد لكن اللقاء لقى محمد دريم محمد الدريم يعني أدري كان قلت لك شوف النصورة تيجي جاور السعيد تسعد يعني هذا هدفك جاور السعيد تسعد جاور الناجح تصير ناجح هذه قاعدة جاور اللي ما احنا مقيدينه وتصير مثله لكن راهب عندنا منه واضح الصورة أنا توترتني خليت أشرب شاي واجد يعجبني الموسيقى يا خاني بشوف فيديو ده يا جودي المغتدر وش تقول لو تبي هدية لي أنا أقسم بالله أنك تستاهل تم أبشر سعادك أخنو حمد مفتاح أبشر سعادك والله إني ما أقول أهزو أعطي مفتاح أعطيته عادل محيا هذا أخوي عادل محيا أعطيته هذا سبب علاقة الوثيقة بين أعطيته ولا لا وقسم بجلال إن حلفت عليه وطلق أوكي طلق قال لا ما أبي موت ولا شيء أبي طب لو جاك واحد في الشارع كذا وقال لك طال عمرك أنا لا تعب طال عمرك أروح على حلالي ما هو بحي الله لو جاك واحد كذا ولخم لا والله يطول العمر أنا عارف العمر أنا واضح إنه لو أنا أجيك بروز وسكر بيباني وذا وراح أستأجر في الفيصلية دور وقالوا لك طارق الحرق ذا اللي لاعب في بورصة أمريكا لعب وطقيت كورولكس التقليد اللي وزنه كيلو عارفة استنى عارفة تبعد من الاستوديو ما تنغش ما تنغش أقسم بجلال الله يا طارق شوفني ما أحب الله أعظم من التجار كلهم إن في تجار عينهم في أماكن إن حساباتهم بالمليارات وإني أقسم بالله ما سلم عليه ليه؟ ما أعرف يقول جاني الدرون قاعد لينا دي متأمكن ما أعرف يعني ممكن ما يعطيك وجهه ممكن ما يعطيك وجه يمكن طال عمرك ما يبيني تقبلني لكن أدخل وسطه وسطه بيني وبينه أشوف قبول الرجال لي وأنا أشوف قبولي له أوه تعطيه الطعم أنا أشوف يحط الطعم في النص اللي يقرب إذا كرش كرش الطعم لا إذا قرب كل منا الطعم أدري العلاقة بتشبك إذا كل منا نافر الطعم جلس ساعتين خلاص أدري العلاقة وبعدين تطير الطعم نعم لازم تكون ذكي لازم تكون ذكي طيب في مجال الشهرة والمشاهير وبعد ما صار الدرايم مشهور عطنا اسم مشهور واحد تقول ذا المشهور احترمه واحد مستعد ليه مستعد اقول لك واحد واجد اللي احترمه دقيقه انا ابي واحد الحين واجد واجد اوكي 100 بس انا ابي واحد واحد ما اقدر اذكر لك واحد واهم من الباقي اللي على من طيب عندي واللي له جميل انا عندي. الحين اقول لك طيب اوكي انا ابغى من ذا 100 قل لي فلان وفي 99 غيره بس عطني واحد مش هاذكر لك واحد من المشاهير ايه فهمت ايه؟ اللي اول ما اقول لك من تعرف من المشاهير يطري على بالك خلاص رقم واحد هو كلهم الله يطرون على بالي طيبين يطرون ما اقدر اذكر لك واحد انا حطيتني سؤال محرج ما محرج لا طال عمرك ما اقدر اذكر واحد وضيق فلان لا كلهم محترمين واخوان وغالين وترى ما هم باجد سبعة لا 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 اللي أحبهم أقدرهم لا لا حطهم كم فيه من أصبع خمسة ويسراك خمسة دبلها مرتين ثلاث مرات رجليني خمسة لا لا لا, لا, لا هم رافعين في اليمنى هم اليمنى أما الرجلين طال عمرك اللي ما برجع اللي اسمه رجع ولا مشهور واجدين ذولي إيه إيه عادي عادي يجيني منهم قرحة ممكن تصور معهم وتجاملهم لا مستحيل مستحيل واحد ما أدانيه ما تصور معه ما أدانيه حتى لو أنه رجل أعمال والله لو انه رجل اعمال عندك مبدا والله لو انه رجل اعمال خلي تضبط على نفسك يمكن تصور وانت جاي كذا يجيك جلطه مفاجئه بسبب ضغوطك انك مجامل لك شخص اسلم يا رجال وروح
طيب بعد ما صرت مشهور شفناك تروح عيادات تجميل. نعم. عرفت؟ خلينا نشوف الفيديو حق التجميل. نعم. محمد لا تقنعني انك مو مسوي شيء، اشوفك تدخل من غرفه لغرفه. نعم. وش سويت؟ شديت رقبتك. وش سويت؟ شديت رقبتي. شديتها في الفيديو بس، اما في الطبيعه لا. محمد الدرايمر هو بس تدري اني احب راعي العياده قبل ما احب لا ما علي منها العياده تسوي الاعلان. سويت عمليات تجميل؟ لا والله لا والله. ولا افكر يمكن ولا راح تسوي اعلان؟ لا لا سويت اعلان وافكر راعي العياده يقول زين. وش اقترح عليك؟ وش الاشياء؟ المغبوب. قالك شيل الغلوب؟ لا الغلوب ذي الحين لا كثره الدراهم. قالك شيله؟ قال ما مش الا شهر ما بيها شهر يسوي له دايت. وغيره؟ غيره يقول على قوة امي ترى لو تخيل انك امي تقول والله العظيم انك ازين من شعرك الارض الحمد لله الله الله يعوض. بس ترى تاجر بدون الغلوب والكرش ما يسرح. طال عمرك لا اعرف لك ناس بدون الغلوب والكرش. يعني عندك المواصفات بعض اللي فيهم الغلوب والكرش والله ما يظهر السعي منه انت غادي كان الغلوب انا عايز لك سعي. لا يعني اذا في سعي موضوع سعي ندور لا ندورهم كلهم بس انت شوف لك الرجل اللي انت تحبه. احنا عندنا قواعد ترى في الحياه انحاش من اللي شرابه شرابه لا لا عليك من اللي ثوبه طويل سروال قصير لا 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 الغلوغ الحين في مشكله الغلوغ فيه ملاحظه فيه ملاحظه وش هي بعضهم اللي تشوف الغلوغه وكل ربي قابله وكل مزين حاله وضعه لكن تشوف الغلوغه بعض الاحيان ناش من فين حره تصدد شوي والله تصدد حاولك تصدد ما هو بكلهم بعضهم والكريش ترى بعض الأيام الكريش ترى وجهها مع البشت اي طالع اي بس بعضهم لا طال عمرك ما يدري تصور في كرش يذكر عن محمد الدرايم انت ما تطلع على كرش يشد شدون في المصورين ناطحين نطح اشوف واجد اللي تصور معهم لوجهه احمر احسبه من الله ترى منخنق لا ما منخنق شاد كرش بعضهم شاد كرش وبعضهم منخنق كرش. طيب والشعر شي كيفك معه الشعر طال عمرك احبه كله احب الشعر والشلات واحب الشعراء كلهم كاتب قصيده انت من دقايق البيت ولا من الله واجد من تالي انا قصيده ما انا انت قايل في واحده من المشهورات وشو بيتين مدري ايش عطنا الفيديو حقه تنطبق عليه شلبات اللي يقول والله لو عمره تعدى 30 انه كبر في يدش وخدش مواري امس عذاب للبنيه المزينين وعذاب قلب تالي اللي ساري الله كذا نظامك وشو ترى مو بنا قايلها قايلها شعر وانا خذيت ما له دخل انت في الاخير اللي قلتها قدامنا انا قلتها والله لو عمري انت لا شفت لك كم واحده قلت لها ذا البيتين 20 لقيت لك مخرج 20 انا ضبطك 20 الله يطول عمرك الى الناس يقولون قاعد تغزل ذا وقبل فتره انا واضح بكلش حتى مصور اسنان منزلها اسنان ما عندي شيء خشه ولا توجه درس القلوب فيس المنفرط لا ما عندي ذا القلب فيس ايش؟ فيس ذا المنفرط القلب ذا المنفرط الصورة ذا القلب عرفت لا هذا مجروح ما لك دخل في الجرح مجروح نعطيها لا اللي عندهم دراهم ما يحط هذه حقتنا صح سجيت عين نحطها ذا انا حطيتها ايام كان معي ايام كاميرا ايام اول ايام بلاك بيري نحط على مثل اصبع كذا ولا كذا خلاص طيب بعدين بعد شو بعد انت بدأت تتدرج ترى الحين قاعد تمشي الخط غريب لازم انه من معزة بسوي لك كنترول ايه اللي هو كنت ماشي تجار ذا ثم بعدين عيد تجميل ثم تقول الوحدة بيتين ثم شفناك في الفاشن شو رايح الفاشن شو عرض الأزياء إيه نعم رحت لو تعالى مرحك إيه نعم رحت الفاشن شو غطيت هناك ما تدري ايش قاعد أقول ما أعرف اسمها أنا بس عرض الأزياء بس قلني معرض الأزياء معرض الأزياء طيب. إيه تقيت باستقالي طال عمرك في استقالي طال عمرك مصممين ومصممات طال عمرك أشتري هنا معقارات اكيد انك بتجي طيب لا ما علي من العقارات ما مساله العقارات اي طال عمرك انا اقول لك ما ادخل شوف شوف انا انا سؤالي ولقيت بسيده الاعمال اللي هي مرت كريستيانو التقيت فيها شو اسمها والله اني ساج لكن ساج كيف صارت سيده اعمال عشان زوجها لاعب اكيد انا بورد على العد مثل ما ورد ما عرس توه ما عرس صلى الله فيهم بس انا ما ولا سوى بس انا ما ادري والله ايش دخلني فيه المر عليه ما دخل فيها طيب اسمع انا ما سؤالي مو بذاك مسلم شفت ازياء ناسبتك وشو في كان عرض ازياء رجالي نعم نعم فيه ناسبتني وش زي اي والله اني ساجم منها انا زي شدني مع شاي امس ساجم منها انا من كثر الضغوط يعني انت رحت الموضوع الكاجوال اكثر اللي هو جينز تي شيرت كذا ولا رحت البدله الرسميه لا البدله كرفتها والرسميه واللي فيها شاد اللغبوب
ايه ايه ولا عيد فيهم عاد في لغبوب ما كان هذا جوك ايه اللي رسمي وكرفته ايه طلعوا ممتازين من شفت ايش يسمونه المسرحيه حقت هذه واحدة انا تابع مسرحيه القحطة يوم راح مصر من هو القحطة ايه خابر قام يرقل انت من الالوان لا ازعل ازعل اف عليك طالبك تأكد اف عليك ترى حق الزياده ولي الخمون تأكد طال عمرك شفنا رجال انت حضرت اللي فيه رجال لابسين تنانير كلهم بصرة في عمره لا انت حضرت شفتها كلنا بصرة في عمره يا اخي انا ما سالت الحين كلنا بصرة في عمره انت شفت بعينك نعم نعم يمكن تربطني بيا صداقة صفقت او شو وشو يوم دخلوا يا اخوي جاء من رفيقك لو بالحكي بصفق له لو انه موجود صفقت له عادي جاء من رفيقك لو بالحكي هو ما برفيق لكن جاي عرضه خوش رفيقك لابس تنور العالم يدرون انا ما ادري ترى ما انا بس اسال كلن عليه مريته لابس انت النور ولا شيء كلن عليه مريته انت عليك من نفسك طيب هذه الازياء انت الازياء طال عمرك كلن الحين كلهم يلبسوا مثل رائحه النور هذا انا سؤال يا اخي انت شو ايش علمك يا اخوك كلن زعلان انت زعلان لا يطول عمرك صفق له وخليه يستعلى شو يصير مع ده طيب أوي. شفنا خلقين شورت مقطع وقميص وذا لو قالك تعال يا دريم هذا عقد بمليون نبيك تعلن البراند حقك لا 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 اعتذر 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 جدا مليون ونص ولو تعطيني خمسة ستة ولو تعطيني عشرة 12 لو تعطيني 13 تبي تبي ترفع سعرك لا 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 طلع انا عضني عضني لبك ابدا ما قعدت معهم قبل امس وين لا هيك كيف كان بدون ما اذكر اسمه عشان ما تزعل انا كنا موقعين معه طول اللي عمرك الله يحفظك طيب متى بتمتلك طياره خاصه والله الى الان نشوف عندنا طياره ونشوف موقف عندنا نشبنا في الموقف اي ترى مشكله مين في الطياره هي مواقف مواقف الصيانه وذا الصيانه هو عندك طال عمرك البنزين وقطع الغيار ما بنزين الطياره مين بنزين ذي كيف بنزين الطياره بريموت انت لا بنزين كيف كيروسين كيف وش كيروسين والكيروسين ايش ارجع هذا مشتقات نفطية. النفطية والنفط البنزين من وين؟ على زيت أجل زيت السيارات نفطي فيطلع نفطي يعني خلاص من النفط محروقات ومحروقات ترجع من النفط المحروقات كم نوع؟ أنت لا تقربنا نفط ولا شيء أنت على أنا في اللقاء أنا بس طيب اسمع اسمع وش الجاي لمحمد دري فرضا بكرة صح محمد دري من النوم حلم بقول لك شغله نفصح محمد دريم من النوم لقوا قالوا شركه سناب افلس تقفل ايه قفل ايه كيف الناس تلقى محمد دريم من خلال الدراما العقاريه ها من خلال الدراما العقاريه مخد دراما العقاريه ثبت لي انا مكان حلو يعني انت حطيت المكتب الان انه اللي ضيعك لقاك الدراما لا 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 ما هو يعني مكتب موجود تبي شيء يلتقي فيني في المكتب إذا عنده شغل بزنس إذا ما في شغل تجينا أنا عجلان ولدك بدأ في المحل ما جاء عجلان ولا جت أمه طيب أنت قال عجلان أقول إن شاء الله مستقبل لكن لا جاء عجلان ولا جت أمه خلاص بكرة الشباب الساعة كم تفتح أو شو على حسب في شباب شرور شقق بكرة ماني موجود طال عمرك عندي أربع إعلانات بكرة عندي أربع إعلانات عندي إعلان مخطط وعندي إعلان فلل لا 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 تقعد خلاص إيه خلاص خلاص أعطيك إياها صراحة كم معك صادق الحين فاتح مكتب ولا راح تسوي لهم إعلانات ولا تأخذ الله مرزقني ورزق مني ولا تلقط ذا وتجيب ذا وتحط كلش 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 كل شيء كلش تصدق في رجل أعمال رجل أعمال ما ترى يجعل في الجنة وكان صديقي الله يغفر له وما تمسمين وجميع من شهد ذلك فاقد له غالي إن الله يرحمه واللي موجود غالي إن الله يطول عمره يوم مات علاقتي فيه قوية حطك في الورث لا لا ما حطني في الورث شو علاقتي فيه قوية جيها أسبوعية جاء عارض صحي والله يجعل في الجنة عياله يحبوني عياله يحبوني صرت أخوه أخوهم كلام الوكالة الحين أبوهم الله يجعل في الجنة ومرث لهم 500 6 مليون 500 مليون أصول عقارية غير الدراهم ولا شيء 500 مليون هذا هو تركة جاهزة عقارات غير مؤجر قاعد تحسدهم تراك أنت الحين لا ما حسدهم أنا بس الدراهم العقارية اللي بدير التركة هذا أسلوب حسد لا مو بحسد أنا ترى 500 مليون ولا شيء وش ولا شيء ولا شيء والله أنت الله يجعل شبانك في الجنة ويطول عمارهم كانوا محيين وكانوا ميت كم التركة عندك أي تركة من شبانك ما عندنا كان غنم ومات نصه ما في شيء ايش تحسبنا عنه ترى حنا حتى يوم عطوني روتانا الراتب وقالوا لي تأمينات ترى فرحة قلبي ذي ايش من اوفق من عند الله انا الحمد لله انا شوف انا فيني عرق اسباني اتوقع عايش يومي عايش يومك ها عايش يومك عايش ما افكر بكره كثير لا امنت امن عيالي امن
بعد كذا خلاص أما بقعد أفكر وذا وخلي العالم الجيب عيال يعتمدون أنفسهم أمن لهم حياة زينة. أنا أبشرك حسابك مليار في البنك. لا وش استفدت؟ ما استفدت شيء. خيرك في رجل أعمال ما طال عمرك مرت مليارات لعيانه ولا يعني من كل اللي تعرفهم ماتوا خلنا في الأحياء. لا في الآن في واحد تدخل مجلسه حسابه في البنك مليار واحد حسابه في البنك 10,000 تلقى 10,000 يرحبك وحاط صفرة ما حطها بمليار. نعم صحيح واجد فهمت. ولو قلت له والله أني منزنك ولا شيء قسم لك أعطاك 10 وراح استلف لك صحيح. أبو مليار ممكن. لا مو بكل أبو مليار مو بكلهم مو بكلهم أرجوك رجع خاص 90% لا ولا 90% اليوم في مصلحة من الدرين بكرة ما في ما في عنده ولدهم الله سبحانه وجه الله سبحانه. لكن بعلمك لا تقول الرياجي طال عمرك أرجوك رجع خاص ما تقول الرياجي أنا عاتبك بمعاتبة أهل المليارات أنك لا تقول 90% يعني مسوي نفسك منهم من؟ لا طال عمرك أنا أصدقائي وأنا دافع عنهم وأنا أصدقائي ترى تعرف ثلاثة أنت وش ثلاثة باقي ترى ذولي حتى في سلم المليارديرية على مستوى العالم ما جو 100 أعطيك وش هو في سلم المليارديرية أنا أكلمك الآن وفي صديق لي مبارك الحين بايع الفندق في الرياض تدري بكم كم تدري بكم كم اشرب مويه بعلمك كم مليار ولا شيء. طيب ان شفت إيلون ماسك ذا اللي يجي يلبس تيشيرت اللي هو كانه إيلون ماسك حق تويتر وحق تويتر مو شرب اللي وين رقبه يلبس تيشيرت ما تشتري 18 ريال لا وثروته مليارات الدنيا تريليون. ما عمري شفته صور سيارته ولا صور طيارته الخاصه ولا في مجلسه ولا في استرا ولا حطه او يمشي ولا جاب غزه ما ندري عن حياته الخاصه ايه فهمت كيف إيه طيب هذا الحق بالمليارات وفي عاية طال عمرك تقول عمه بنعمة ربك في حد ترى ربي اعطاك اكرم نفسك اكرم نفسك ايه يدري المشكله ربعك اللي انت خابر ربعك اللي انت خابر اللي جاء كم مليون ها لا عرف العمر وضيعها وقام يهايط ويهايط بها وضيعها والله ثم عود احنا ما نعرف التجار الان انا اعرف التجار كله. التجار انا اعرفهم كلهم التجار ارجوك رجاء خاص اني التجار خليني اقول لك كلمه طيب ها تقول قدام هذا انت توك ما صار عندك مليار تسوي بكره الجامعات فجرنا ما ادري والله خلينا نسولف عنا تاكد يكون بلاقه بيني وبينك بمواعيد وبدقائق معدوده لا صار عندي مليار توك تناقد على الناس اللي يسحبوا على ربعهم انا اولهم باذن الله لجاني المليار اول مره ضحي بها لكن امر عليك اضحك يا شباب الله لن يرزقك ربي ذا المليار لكن اللي اقولها مداعبه ولا على الطاقه انك عندي تسوى لا حبيبي تسوى عيوني الله يسلمك والله انت دون اغنيه بالله بيكم تسمعوني اغنيه يحبها واحد من التجار لا اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسه لا هذا بيجي بيسحب الناس عندنا قاعد يهدد خلق الله اعطوه اغنيه غزليه انا احس انك الى الان مهمل نفسك ابي موسيقى بس هو بيك انت تكفى عطها واحده دعسه اللي معك فيها سجيت انا هاشم اتمنى لو ما يكون ازعاج بتخيل اني بيع العقارب مليارين تدري اني جاي اشهد مع واحد من تدري اني اشهد مع واحد من الجماعه في حصر ورثه شفت اثنين تجار يتخانقون على 300 مليون سحبت على حصر ورثه رحت معه ب 3 مليون طول الحلقة ينظر وخارها في الأخير حق الليلة آخر الحلقة لا تسوني بسكت منور وين المبادئ طول حق سمعنا بسرعة قالي من الليلة لوحدة يسهر طابي ليلة ويا عسى الشيخه اللي كل عاز تكهره هبلت بالناس يخرب بيتها قال من ليلة لوحدة يسهر طالي ليلة ويا عسى ويتها الشيخه اللي كل عاز تكهره هبلت بالناس يخرب بيتها تتولى في حلاها تدمر لا يعين اللي يقول اخليتها حاولوا بها ولا هز الشعر ما سبق من قلبتني وجيتها Thank you.
شري عيت لا تروح وتكسرة هي مشكية علي وانا مسكينتها حاولوا فيها على هالسشعرة ما صدق من قال جاتني تتهجى I'm